والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع شروق عماد الدين. شكرا لكما إلهام وسارة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. تشارك وزيرة التعاون الدولي رنين المشاط في قمة رؤساء دول إفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل إفريقيا في كينيا، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي. وتناقش القمة طموحات القارة في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية إيدا، والتابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد 21 لموارد المؤسسة. يشارك في القمة ممثل الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أسواق المال العربية إلى الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه والاستفادة من مزاياه. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه بورصة قطر، حيث دعا أبو الغيط إلى إطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية، وهو ما من شأنه أن يساعد في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديث التشريعات وتنفيذ الاستثمارات التي تفضي إلى تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره. تفقد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت مصانع شركة مصر شيبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية. وتمتلك شركة مصر شيبين الكوم للغزل والنسيج 7 مصانع، 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة وآخران لإنتاج خيوط الأكليريك الصوفي والغزل الجديد. وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن عملية التطوير تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، وأن تحديث صناعة الغزل والنسيج وتوطين التكنولوجيا الجديدة يهدف إلى تعظيم العوائد من القطن المصري والأصول المملوكة للدولة والخبرات المتراكمة لدى العاملين. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 73 مليارا ليغلق عند مستوى 1764 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 57% ليبلغ عند مستوى 26011 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 52% ليبلغ مستوى 5862 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 44% من قيمته ليبلغ مستوى 8376 نقطة. في أسواق البترول العالمية أيضا، تراجعت أسعار النفط مع مخاوف استمرار التجديد النقدي بالولايات المتحدة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 66% ليصل إلى 88.9 دولار للبرميل. كما انخفضت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 61% إلى 83.34 دولار، فيما صعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 58% لتصل إلى 2.57 دولار للتر. ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.44% لتسجل 1.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال جلسة تناولتها ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنسبة 1.13% ليغلق عند 12,369 نقطة. كما شهد سوق دبي المالية ارتفاعا بنسبة 30% ليغلق عند 4,160 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 79% ليغلق عند مستوى 9,743 نقطة.